كانت أمين هي نجمة السبعينات بامتياز، قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام غلب عليها طابع الإغراء، وكتير منها اتمنع من العرض، لكن الصدمة الكبيرة كانت في مشهد تخلت فيه عن ملابسها بالكامل قدام رشدي أباظة، علشان كده منعت الرقابة الفيلم، لكن فضل متداول على شرايط الفيديو. خلونا نتعرف على كواليس المشهد ده اللي اتوصف بأنه مثير للجدل. الفيلم من إنتاج سنة 1972، وشاركت فيه الفنانة هند رستم، وهو عن قصة علي سالم وإخراج جلال الشرقاني. بتدور أحداث الفيلم حوالين بنت سويدية اسمها ماتيلدا، جت لمصر وحاولت تغوي أستاذ جامعي، لكن الراجل فضل يقاوم سحرها وجمالها لغاية ما استسلم في النهاية لمشروع البنت دي المجنون، بإنجاب ابن يكون أعظم طفل في العالم بيجمع بين مميزات الشرق والغرب. الفيلم كله ظهرت فيه ميرفت أمين بشكل جريء جدا من ناحية الملابس أو الإيحاءات، ولبست ملابس البحر اللي ارتدتها في أفلام تانية كتيرة، لكن المشهد اللي حط الفيلم في خانة الأفلام المثيرة للجدل هو اللي جمعها برشدي أباظة وتخلت فيه عن ملابسها بالكامل. الفيلم اتعرض لانتقادات شديدة، وتقال إن رشدي أباظة وهند رستم ارتكبوا خطيئة لما وافقوا على الفيلم ده اللي اتصنف كواحد من أجرأ أفلام السينما العربية وأخد شعار للكبار فقط. ميرفت أمين كشفت عن كواليس المشهد ده وقالت إن الفنان رشدي أباظة ضحك عليها علشان تأدي المشهد اللي كانت رافضاه. قالت ميرفت أمين إن رشدي أباظة أقنعها بإنها هتكون لوحدها في البلاتو، وطلب من كل الموجودين إنهم يسيبوا المكان، وتم بالفعل تصوير المشهد. وفي الفيلم ده اتعرفت ميرفت أمين على الموسيقار عمر خرشب اللي شارك بدور صغير، وأعلنوا خطوبتهم واتجوزوا بعد ما انتهى تصوير الفيلم في يونيو سنة 1972، وهي الجوازة اللي استمرت لمدة سنة واحدة. نرجع تاني للمشهد الجريء ونقول إنه تعرض لانتقادات شديدة، وقال النقاد إنه ما كانش له أي ضرورة درامية، وإنه وضع ميرفت أمين في خانة نجمات الإغراء. لكن رغم الانتقادات دي قدمت ميرفت أمين بعده فيلم أنف وثلاث عيون، وهو ما كانش بيقل جرأة عن فيلم أعظم طفل في العالم، وبرده اتمنع من العرض رغم إنه عن قصة للأديب إحسان عبد القدوس، وأخرجه واحد من أهم المخرجين المصريين وهو حسين كمال، لكن كان بيضم مشاهد ساخنة كتير. الأفلام دي والانتقادات اللي تعرضت فيها ما تنفيش إن ميرفت أمين واحدة من أهم نجمات السينما المصرية، وقدمت أفلام رومانسية بيعشقها الجمهور زي فيلم حافية على جسر من ذهب والحفيد وغيرها كتير.